أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. وقلنا أن كلمة الأنعام وردت مرة مذكرة ومرة مؤنثة، وبعض ألفاظ اللغة يرد عليها التأنيس ويرد عليها التذكير ما دامت مؤنثا غير حقيقي. وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى تكلم عن السقى مرة بسقاهم ربهم شرابا طهورا ومرة وأسقاهم. إيه الفرق بالاثنين؟ قلنا سقى أعطى ما يشرب الآن، وأسقى أعطى ما يمكن أن يشرب بعد. قول الحق إن عبرة، ما هي العبرة؟ العبرة هي ما ينقلك من شيء إلى شيء آخر، ومنه عبور الطريق. العبور معناه إيه؟ انتقلت من جهة إلى جهة. برضو العبرة الدمعة شيء كان دفين فنبهت عنه ونقلته إلى شيء ظاهر. يبقى العبرة من الشيء هو أن تأخذ من شيء ما يفيد في شيء ما يفيد في شيء آخر. طيب إيه اللي هنستفيد منه؟ قال لك نستفيد منه أن الحق سبحانه وتعالى هيقول لنا يا أعطانا من بين فرث، والفرث ده له ريحة وله شكل قزل وله شكل ده، والدم له اللون الخاص دي، وبعدين يطلع لي منه لبن أبيض فلم يأخذ من حمرة الدم شيء، وسائغ للشاربين لا ريحته وحكا ولا شكله ولا إلى آخره. وطلعوا منين؟ من بين فرث ودم. أم قال لك اللي يعمل هذه العملية دل على أنه له حكمة عالية في ترتيب الإيه؟ في ترتيب الأشياء. ليه؟ قال لك لأن الجهاز الإنسان ده بص له تلتفت تلاقي فيه آلات لها عمل، وآلات لها عمل علشان فضلات الآلات الأخرى التي تعمل. كل عملية ذهنية عايزة احتراق وعايزة، وكل عملية حركة عايزة، إنما لها نتائج احتراق. نتائج الاحتراق دي لازم تطلع. قال لك مرة تطلع من ناحية الكلى نخلصها، مرة تطلع من ناحية سماك الودن، مرة تطلع من فضلات الايه الأنف، مرة تطلع من عمص الايه العين، مرة تطلع عرق. الله، كل حاجة عملها. وبعد ذلك العملية اللي تتعمل دي نقول لك كما ان في شيء بياخد ضار، فيه مسالك تانية بترتب انها تودي لسدي المرأة او لسدي الحيوان الحالب اللبن الخالص ده. يبقى في حاجة ياخد ايه الهندسة دي؟ الهندسة يبقى اعتبروا بقى ان اللي خلق ده وسواه هذه التسوية ائمنوه على ان يشرع لكم، وقولوا ده يصح يشرع لنا. ليه؟ لان دي عمليه صح. طب وبعدين؟ طب يقول لك في بطونه وبطونها. يقول لي ايه؟ لان بطونها هو اللبن بيجي من الذكر ولا من الانثى؟ طب هو بيجي من الانثى. قام قال لك لا، الملحظيه اللي ما عرفناش الا بعدين، ان اللبن اللي المراه او الانثى بتدره للذكورة دخل فيه بيسموه لبن الفحل، لبن الايه؟ يبقى له مدخل برضه في ايه؟ في العملية نفسها. يبقى مرة يقول بطونه ومرة يقول ايه؟ ومرة يقول بطونها. ما عرفناش الا بعد وظائف الاعضاء ما بينت لنا الاشياء وبرئت لنا كده. كل يوم تتقدم فيه العلوم وترتقي تدينا اعجاز لمين؟ ولذلك دي تعبرها في قول الحق سبحانه وتعالى عشان تشرح دي، لبن خالص صيغ للشاربين يسقى بماء واحد، يسقى بماء ونفضل بعضها على بعض في الاكل. يوم لما يجي العلماء بقى اللي نقلوا لنا العلوم دي من الغرب يقول لك دي اسمها خاصيه الاختيار وخاصيه الانتخاب وخاصيه وانابيب الشعريه، جبلنا لها اسماء تبعدها عن صناعه القدره. عن صناعه ايه؟ نقول له هنبتلك الكلام ده كله. ايه يا اخويا قصيه الانابيب الشعريه اللي انت بتقول عليها دي عشان دي تنص دي وتنص؟ طب هات لي اناء
وهذا الإناء حط فيه سائل، والسائل حط فيه أجناس مختلفة من العقاقير وخلطها ببعضها، وحط فيها الأنابيب الشعرية. الأنبوبة الشعرية حتطلع من إيه؟ من السائل الخليط ده، كلها متساوية. هذه الأنابيب الشعرية، ما فيش أنبوبة تاخد دي وتسيب ده، والأنبوبة الثانية تاخد دي وتسيب ده، زي جذور النبات. جذر النبات فيه الأنابيب الشعرية دي، دي ما ياخدهاش ودي إيه؟ ودي ياخدها. هذه العظمة، هذه العظمة في الإيه؟ في التكوين. العبرة دي عشان ننتقل منها إلى إيه؟ قال لك العبرة دي عشان ننتقل منها من المعنى الحسي اللي كلنا بنشاهده إلى المعنى القيمي في المنهج. نقول اللي أمين، اللي عمل لنا المسائل دي، يبقى مأمون على أن يشرع لنا ولا لا؟ كما صنع لنا الصالح في قالبنا، يبقى يعمل لنا الصالح في قلوبنا. وإن لكم في الأنعام لعبرة، نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا، أي خالص من أي إيه؟ من أي شوائب وسائر. ولذلك يقول لك قد يغص الإنسان حين يأكل، يغص حين يشرب، إنما عمر ما واحد غص باللبن أبدا، لأن ربنا قال إيه؟ سائر. سائر يعني مستساغ، سهل الاندلاق في الله. لأن في طعام يبقى يسوب لك وتنبسط بيه ومش عارف ايه بتاعه، إنما وتهنأ بيه، إنما قد لا يكون مريئا عليك. ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى لما يقول فكلوه هنيئا مريئا، في جمع الاثنين، هنيئا يعني تستلذون به، ومريء يمر عليكم، لانك قد تستلذ بشيء وتاكله انما يتعبك. وبعدين تقول اديني فوار، اديني خلاص مش عارف ايه، الحموضه تعبان، وانت ساعه ما كنت بتاكل ما افتكرتش دي الا الاكل شاي والتوابل حلو والشطه مش عارف الايه، كنت تاكله ايه هنيئ انما مش مليء. احنا عايزين طعام يبقى ايه؟ ايه هنيئ، تشيبه كويس كده، وبعدين يبقى ايه؟ يبقى مليء سائغا للشاربين. ننقلنا برضو نقلة تانية، ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. ثمرات النخيل والأعناب، ثمرات النخيل طبعا عارفينه البلح، والأعناب اللي مسميها احنا الكرب. هنا التعبير، هل الله يمتن على عباده أم بيدينا عبرة؟ لو كان بيمتن، يمتن انهم اتخذوه سكر، اتخذوه مسكر، ما يمتنش بيدي. أم قال لك والذين كانت قبل التحريم وهم فاهمين ان دي حاجة حلوة قوي، فبيمتن عليهم بما يمدحونه عند أنفسهم، وبعدين وإن كان ناولوا نية تانية له حاجة بعدين حقيقة. ولذلك بعض العلماء لما يقرأ الآية يقول لك الذي يقرأ هذه الآية بفطنة المستقبل عن الله يعلم أن لله حكما في السكر سيأتي. طب عرفها منين دي؟ أم قال لك لأنه مدام قال سكرا وقال ورزقا حسنا، وصف الرزق بالحسن، انما بالسكر يبقى مش حسن. ودي ايه؟ قال لك لان الرزق انت بتاكل العنب على طول والتمر على طول، قريب عهد برب بتاكله، انما ديك هلك فيه عمل، قطفت وقعدت خمرت ونيلت بنيله وعملت مش عارف ايه وبتاع، يبقى انت النعمه عملت فيها ايه؟ افساد. فكان ربنا قال انت صايم، انت بتاخد البتاع ده وتعمل منه سكر، انا ما بقولكش، انا ما بمتنش عليك بما حرم، انا لسه ما حرمتش خلاص، فخليها على زي ما انت عارف دي موت عليك، بس خد لك منها ايه؟ عبرة. العبرة برضو اللي تاخدها انني حوصف دي بالحسن ومش حوصف دي بالايه؟ مش حوصف دي بالحسن، عشان لما باجي احرم ابقولك ما نبهتك من الاول، لان ما دام حسن يبقى المقابل ايه؟ قبيح، ما قالش احسن، يبقى المقابل ايه؟ تتخذون منه سكرا وايه؟ ورزقا ايه؟ ورزقا حسنا ان في ذلك لآية لقوم يعقلون. كان العقل بقى يقول يا اخويا طب اشمعنى ربنا قال في السكر ما وقال في الرزق حسن؟ يبقى دليل على ان دي العملية دي برضه ربنا مش مستلطفها منك.
ما يصحش انها ايه يبقى فيه نية ولا لا. يبقى لما يجي بعد ذلك آية عشان يقعد يحرم الخمر ويرمي لها مراتب يبقى مفهوم ان لها ايه ان لها ارضية. ومن ثمرات النخيل والاعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا ان في ذلك لآية يعني امر عجيب ينبئكم على ان الله الذي خلق هذه الاشياء لسلامة مبانيكم المادية دي مأمون على أن يشرع لكم لسلامة معانيكم القيمية والروحية. وأوحى ربك إلى النحل، شوف عمال ينقلنا في كونه كده، وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. أوحى ربك إلى النحل، النحل خلق من خلق الله، وكل خلق لله أودع الله فيه وفي غرائزه ما يقيم مصالحه، يشرح ذلك قول الحق سبحانه الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. هل دي تتعمل كده ودي تبقى كده وتبقى كده؟ ولذلك تجد ما دون الإنسان ماشي على منهج لا يختلف. إزاي؟ قال لك احنا ضربنا مثل زمان، قلنا ان الانسان يقعد ياكل عند صديقه وبعد ذلك صديقه يحب يكرمه او يقول له والله انت فاتك تاكل من هذه، بعد ما يغسل ايده ويشبع ويقول له كل دي كل دي كل ياكل. ولذلك الجزائريين يدوها مثل يقول لك اره الالوان، يعني اري بطنك الالوان تريك الاركان. تقول لك ايه ودي هتنتهي، قال لك هات حيوان وأعطه وجبة طعامه من ثم إذا شبع اضرب فيه ما شئت عشان يتناول قدر زائد بس عليه. ليه؟ محكوم بالغريزة الميكانيكية، ملوش عقل يختبر. هي كده هي كده بس. ضربنا مثل زمان وقلنا خلي الحمار اللي بيضربوا به المثل في الغباء انت ركبه وبعد ذلك اعترضتك قناة ماء وعايز تعديه، الحمار يبص لها الاول كده وبعدين ان كانت دخلت في قدرته يأزحها، ما دخلتش في قدرته لما تشيله كده ما يبص. ايه اللي حكم هذه المسائل؟ الغريزة محكومة فيه، والغريزة محكومة فيه حكم آلي، ما فيش فيه تفكير ابدا. زي الانسان ما يقعد يفكر يقول دي تبقى كذا ودي تبقى كذا ودي ابدا. حكايه قال انتوا عارفين العقل الالكتروني؟ العقل الالكتروني زي ما تملاه يديك، مش كده ولا لا؟ انما العقل الرباني يقول لك لا دي دكنها ما تقولهاش. شوف القدره بقى العظمه، انما دوك ما يقدرش. زي ما ملكه كذلك كل ما عدا الانسان المختار محكوم بايه؟ بنظام اودعه الله فيه. النظام اللي اودعه فيه خالقه هو اللي يخاطبه بقى، هو يقول له دي كذا دي كذا دي كذا باللغه التي يفهمها، لان خلقه يتكلم معه. ده ربنا لما يعلم بعض خلقه لغه الطير يفهمها ولغه النمله فهمها سليمان. اذا الحق اللي خلقها هو يوحي له. يبقى الوحي هو ايه بقى؟ الوحي هو اعلامه من معلم اعلى لمعلم ادنى بس بطريق خفي احنا ما نعرفوش. فلو اعلمه بطريق صريح ما يبقاش وحي، ما يبقاش، يبقى الوحي اعلام بطريق خفي. يقتضي نوح هو الاعلى وموحا اليه هو الايه الادنى، ويقتضي معنى هتوحله بايه. الحق سبحانه وتعالى له طلاقه القدره في ان يوحي لاي خلقه ما شاء. أوحى إلى الجماد،
هناك اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اذا زلزلت الارض ايه، بسم الله الرحمن الرحيم، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث ربها بان ربك اوحى لها. طلعي اثقالك، اوحى لها، اعلمها بطريق خفي خاص بقدره الخالق في مخلوق ما نعرفش باي شكل. اجل ادي الجماد ان ربنا اوحى لمين؟ للايه؟ للارض. طب وبرضه ربنا اوحى للنحل اهو، واوحى ربك ان اتخذي، وضع في غرزتها ان تتخذ. الرجل اللي قعد يدرس النحل من يوم ما اتوجد عشان يشوف مراحله ايه التاريخيه، وجد انها زي ما القران قال. هو ما يعرفش القران، انما وجد قال النحل اول ما اتخذ الجبال، نعم اتخذ الجبال زي اوحى ربك ان اتخذي من الايه، من الجبال بيوتهم ومن الشجر. وبعدين ايه؟ نقل الشجر عمل عليه خلايا وقعد يعمل مشاكل ومما يعرفون اي العرائش الصناعيه اللي احنا بنعملها المناحل ومش عارف ايه، وجدها انها بصدق الاصل هي هي. وجد اقدم نوع من العسل هو العسل اللي وجد في كهوف الجبال، وبيعرفوا القدم بان ده اقدم من ده ازاي، بانهم يعملوه منه يعملوها كربونيه، وبعدين يعني يحرق منه حته، ولما يحرق منه حته تبقى فيه كربون من، وبعدين يشوف اشعاع الكربون، اشعاع الكربون ده يدي العمر التمر. وجد يعني اسن شيء في النحل هو بتاع مين؟ وبعدين بتاع ايه؟ الشجر. وبعدين مما ايه؟ مما يعرفه. طب ما يعرفش القران الاول، اشوف الحق سبحانه وتعالى اوحى النحل يعني اعلمه بطريقه الخالق للمخلوق، ايه ما نعرفش. طب ده انت لما يكون عندك واد خدام شاطر كده بس تبص له بعينك كده يعرف، يمكن ان عوزت قهوه تبص له بعين ما تعرفش يجيب قهوه، تبص له يجيب اكل يجيب اعلمته بطريق ايه؟ بطريق خفي. ده يختلف باختلاف قدره مين؟ قدره الموحي واستقبال الموحى اليه. الموحي هو الحق سبحانه وتعالى، يبقى يوحي للارض ويوحي للمش عارف ايه. اذا الوحي اعلام خفي يقتضي موحيا هو الاعلى وموحى ايه اليه وبايه ده. لا ده الوحي في اللغه، الله سبحانه وتعالى يوحي للملائكه، اذ يوحي ربك الى الملائكه اني معكم فثبتوا الذين امنوا. يبقى دي اوحى لمين؟ للملائكه. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى إيه؟ الله. يبقى ده يوحي للرسل، يبقى أوحى لمين الأول؟ وأوحى لمين؟ للرسل. ويوحي إلى العباد المقربين، وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسل. ده الحواريين مش أنبياء، لما أعلمهم إعلام خافي كده خلاها تيجي في قلوبهم خواطع حلوة كده تمر فيهم مش عارف. طب وأوحى ربنا أوحى لأم موسى، أوحينا إلى أم موسى أن إيه؟ أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في الإيه؟ في اليم. طب ده الموحي هو الله، يبقى الله يوحي للملائكة، الله يوحي للرسل، الله يوحي للمقربين من عباده كما أوحى للحواريين وأوحى إلى مين؟ إلى أم موسى، الله يوحي إلى الحيوان زي ما أوحى إلى النحلة، الله يوحي إلى الجماد كما أوحى إلى الأرض بأن ربك أوحى له. بس هو الوحي بخص بكده ان ربنا بس هو الموحي؟ ما لك لا، وكل اعلام خفي ينشا من موح الى موح الى يسمى وحي. وان الشياطين لا يوحون الى اوليائهم، يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا. يبقى ده خاضع لمين اللي بيوحي وبيوحي بايه؟ لكن اذا اطلقت كلمه الوحي اطلاقا مطلقا بدون قيد انصرف الى الوحي من الله للرسل الذين ارسلهم. ولذلك لما تيجي بقى في الفقه تقول ما هو الوحي؟ الوحي هو ايه؟ اعلام الله نبيه بمنهجه. نسيب كل انواع الايه؟ الوحي الثاني، وحي الغرائز، وحي التكوين، وحي الفطره، وحي الدم. واوحى ربك الى الايه؟ الى النحل، ان اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات. حته شفاء للناس
علتها انها بتاكل من كل الثمرات. ما دام ما دام بتاكل من كل الثمرات يبقى كل ثمره لا هتروح لحته ايه؟ لحته ده. يجي واحد يقول لك طب ما احنا بناكل مثلا ادواء كتير، قال لك لا، اصلك انت ما تركتش الحكايه بتاعت اوحى ربك الى النحل ان تاخذي من رزقك، ده انت بتيجي تحرمها من عسلها ولا تاكلهاش وتحط لها سكر. نعم، انت افسدت العمليه الطبيعيه فيها. ده الاصول انك انت تسيبها ايه؟ انما كان الاصول انك انت لما تيجي تقطف النحل تسيب لها الغذاء اللي يقضيها الى ان تاتي الزهور تاكل. انما الناس يقول لك لا، ناخد ده ونجيب لها ايه؟ ولذلك ما بقاش له ايه؟ ما بقاش له طعم وما بقاش له الميزه. ولذلك العسل النحل الحقيقي اللي ماخوذ من النحله اللي واخده راحتها في انها تاكل غلط. كيف تلاقي مثلا الكيلو مثلا عندنا الكيلو بقى بكام دلوقتي؟ مثلا ب 20 جنيه ولا ب 15 جنيه ولا ب 20 جنيه مثلا دلوقتي؟ هناك الكيلو يمكن يصل الى 800 جنيه و 1000 جنيه كيلو الواحد. ليه؟ لانه بقى عسل، يعني عسل. نعم. واوحى ربك الى النحل ان اتخذي من الجبال ايه؟ بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات.